السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديال عقارات بلادي. اليوم جنا لكم واحد جديد، تبارك الله اللهم بارك. هذه هي الطريق، ها هي، هذو ربعة الخدامة، تبارك الله اللهم بارك. هذو همزة، همزة وديزة الكلام، همزة تبارك الله. عندها الطريق من جوج ديال الجهات داخلة على القودرون، تقريبا واحد الكيلومتر باش داخلة على القودرون. الوريقات ديالها ملكية، الماء موجود، الجيران هنايا الناس حافرين 70 متر والماء كافي، تبارك الله اللهم بارك، الماء موجود. اللي بغى شي حاجة ولا شي معلومات يتواصل معنا على الرقم، نشرحوا ليه أكثر. اللي بغى يسولنا على شي حاجة مرحبا بيه. هادو ربعة الخدامة ملكية، وكيبعدو على الفيلاج ديال ولاد سعيد، تقريبا باش كيبعدو على الفيلاج ديال ولاد سعيد شي 5 كيلومتر على الفيلاج ديال ولاد سعيد، وعلى السطات تقريبا غادا تكون شي 14 كيلومتر على السطات. طريق المناصرة اللي كيعرفها مرحبا بكم. وهاد الجديد حنا راه فين ما كيطيع عندنا الجديد كنخبركم به. وهاد الارض تبارك الله اللهم بارك، ربعة الخدامة فيهم واحد تمان اللي هو همزة، كتعرفون احنا كنجيبو لكم الهمزة، وهذه راه همزة ودايزة الكلام، همزة اللهم بارك. هي هادي، هادوك الجيران، الطريق دايزة من الطريق دايزة على الجيران، دايزة عليها على ربعة الخدامة. البلاد مربعة، هي كتشوفوا فيها كما كتشوفوا اللهم بارك، المساحة ديالها مربعة، تمان فيها زوين. وللمزيد من المعلومات واللي بغى يسول على شي حاجة أخرى مرحبا به، يتواصل معنا يسولنا مرحبا، التليفون مفتوح في أي وقت. اللي بغى يجي يشوف مرحبا به. هاد البلاصه راه تقريبا كتبعد على كازا 70 كيلومتر تقريبا، وقل قل قل تقريبا قل، ما كنعطيكم بالتقريب. وبنادم اللي غيجي يشوف غيشوف المسافه وكل شيء غيشوفه بعينيه. الاربعه ديال ولاد سعيد اللي كيعرفها كتبعد على تقريبا 5 كيلومتر، باش بعيده الساعه 14 كيلومتر، وداخلين على القودرون تقريبا كيلومتر و 200 متر كيلومتر. المهم ما بعاش بزاف، طريق بيضاء، راه هي طريق بيضاء حداهم، ما كاينش حتى 200 متر، ها هي راه كتبان من هنا، راه هي عاد هذاك التمن، راه فين كيبان التمن، هذيك هي البيادة ديالهم، دايزو خارج ديك البيادة ديريكت خارجة للسطات نيشان، بغيتي تخرج منها هي يعني خارج هذيك البيادة كتخرج القودرون هو قريب كيلومتر، كتخرج من البيادة كيلومتر القودرون تبارك الله. وللمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على الرقم، ومرحبا بكم، وحنا في المكيطيح الجديد راه كنخبروكم به. وكنشكروا الناس اللي كيتابعونا على القناة، وكنشكروا الناس اللي شرينا لي مازال كيتابعونا على القناة، ومرحبا بكم. إذا ما كيكون جديد راه كنخبركم به إن شاء الله، والسلام عليكم. تمن راه مناسب بزاف، تمن ديالها هو 16 مليون، تمن ديالها 16 مليون، راه همزة تبارك الله اللهم بارك، والسلام عليكم. وللمزيد من المعلومات راه رقم تليفون عندكم، مرحبا بكم.